البهارات جزء مهم من أي مطبخ، بس إحنا بنعمل ساعات غلطة، بنشتري بهارات بكميات كبيرة وبنخزنها بطريقة غلط، وده بيخلي الزيوت العطرية اللي فيها تتبخر وتخليها تفقد طعمها وريحتها الحلوة. الصح إنه نشتري بهارات بالكميات اللي إحنا بنحتاجها. أنا بحتاج فلفل أسود كتير، فبشتري منه كمية أكبر من البهارات التانية، وده يخلي دايماً البهارات اللي عندنا ريحتها وطعمها يجننوا، ولو احتاجنا تاني ننزل تاني ونشتري بهارات تاني.